انا اخويا حارس السيارات، احنا الاخوان ديالنا حارس السيارات مدينه سالا مده 24 سنه. بدايه 2021 التحقت واحد الشركه، انا دوزتها الصفقه دوزتها للجامعه، دوزت الصفقه لهذ الشركه. جاو علينا ما بينا ما علينا، جاو لي بالطاكجي شي 7 ولا 8 جابوهم لينا، قالك حنا راه كاينين باركين تخوي لينا منها. كيفاش نخوي لنا مره 24 عام؟ قالك حنا ما تنعرفوكش، ما عليناش، عطينا نخدموا ونجربوا نشوفوا المداخل ديالنا، ما عليناش. صافي وصلنا للدائره، والدائره تيقول لهم راه كارين ما كارين ما عليناش. يا ديك عطيتهم داك 3 تسيمات هما خدامين، ما انا شردوني 3 تسيمات ما ندخل على ولادي حتى شي حاجه. جاو قالك تطلبوا شي ثمن، ما فيش استطاع ديالي باش نخلصوا. طلبوا في الاول 70 درهم، وتبوا 50 درهم، شويه طلبوا 40 درهم، بقينا حتى وصل 30 درهم. وهذا الشارع هذا غير مقنن اصلا، هو تلكريا الجامعه غير مقنن، ما مقنناش اصلا، انما كاين لا بالوات لا والو. وفي دفتر التحملات الشركه اللي تيقول لهم خاصكم يتوفر على بالوات تراساج، ديروا لهم الضمان الاجتماعي ديالهم، الوثائق ديال المسن. الشركه ما تعطيني حتى شي حاجه، هادشي ما دايرهاش كاع منه حتى شي حاجه، هذا والو. جاي خدم ولا خوي، صافي خدم ولا خوي. انا اصلا شارع هو شارع عمومي، باش نقول لك نيشان، كاين لا باركي لا والو، غير مقنن. ما عليناش، فرضوا عليا 30 درهم، انا ديك 30 درهم بزاف عليا باش نعطي 30 درهم. انا مره تنصور 70 درهم، مره 80 درهم، مره 90 درهم، مره 100، لا لا مره 100 درهم، ونعطيهم 30 درهم. انا ندي 30 درهم ولا 40 درهم ولا 50 درهم ولا 60 درهم، درهم هي اللي غادي هي اللي تعيشني ومده 5 ايام. انا مع الاداره من الاثنين للجمعه، فيما زال عيد ورقع شي مشكل في السيستيم، ما عليناش. انا تنوصل للصوت للمسؤولين، وبخصوص سيدنا ان هاد الناس يشوفوا من حالنا، فهمتني. وراه خرج واحد الظاهر شريف، ها هو دار الشريف ديال 75/19 بتاريخ 22 يوليو، تحسم انه قضيه الحراس السيارات حيث يمنعوا كراء السريع العام والاصدقاء من طرف الرئيس المجلس الجامعه، لان هذا يعتبر ملكا للجميع. انا متفق مع هاد الناس هادو، ان هادشي ديال الخانه ولا خرج بالجام. انا المواطن ما عندكش تفرض عليه يخلص، انت خلص ضرائب، تيخلص انا مع حقه، ما عليناش. انا الناس تيتعاونوا معنا، اللي تيعطيك اللي ما تيعطيكش غاديه، ولكن راه منين جات هاد الشركه وحنا من نزاعات مع الناس، وما تنمشي لعندهم تنقول لهم خويا كريم تيقول لي عطيني شي، فين هو البالوات، فين هو الباركين، عطيني شي توصيل، عطيني شي رخصه، عطيني. تنقول لهم راه الشركه عطيني شي حاجه باش تثبت براك انت راه كاري، فهمتي ولا لا؟ وشاري العام ما عندوش حق باش يتكرى، لان الناس تتعاون معنا، تتعرف هاد حراس السيارات شي عين واحد العينه معاناه كثيره بزاف. هذا تنوجه لسيدنا الرساله، والناس المسؤولين يشوفوا من حقنا، يشوفوا شي حاجه يقننوا هذا الشيء، هذا يقننوا هيكلوا هذا الناس، حتى الا كانوا مسلمين يقننوا هذا الشيء هيكلوا. كنت نقعد واحد شويه، دازت شي سنوات مرضت 3 سنين وانا مريض. دابا خالي هو اللي دايرو نايب عليا، هو اللي خدام دابا. دابا هاد الناس، لان الباركينات اذا كانوا قانونيين خاصهم يدوزوا في الصفقه، غادي يدوزوا الصفقه كامله، فهمتي يا استاذ؟ دابا هذيك الصفقه خاصها تدوز لدار الضريبه، هادو منهم الجماعه، من الجماعه ليهم هما، تيجيو هما تيديو لنا داك الشيء اللي عندنا، اللي تيجيو كاع اللي في الباركينات تيجيو تيديهم ليهم، وما تيعطيهم لا تواصل لا والو، شي تيعطي وشي ما تيعطيوش، وهذاك الالتزام ما دايرينوش معنا. ما كاينش باش تهضر، ملي تتوقف على مول الطوموبيل تتقول لي راه خلص، تيقول لك راه عندك شي قانون، تتقول لي ودي انا ما رانا كاري، باش كاري؟ راه لينا شي قانون باش كاري؟ تيشوف تيعيا تيزيد بحالو. وهاد الناس راه تيديو لينا في رزقنا هكاك، صافي تنطلبوا من المسؤولين يشوفوا من حالنا. ها السسليني في الباركين عندنا في الحومه، عندنا كاين تيجيو هاد الناس هادو تيقول لك عطيني 40000 ريال كل شهر، تنعطيها دابا قيمة عامل تنعطيها 40000 ريال، نهار اللي تنمرض ولا شي حاجة ما تيعقل عليا حد. لهذا تنتصور لجلالة الملك الله ينصرو لينا، الله يشافيه ويطولنا في عمرو، يشوف الناس يحل مع هاد الناس هادو. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.